بالتفاصيل اللي عنده. يا امير اهلا بيك يا امير. اهلا بيك يا كابتن ميدو، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ كله تمام، انت اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. كل التدريب كان شكله ايه؟ الحاجات الفنيه اللي انت شفتها، اللاعبين، كلمني كده بشكل عام عن التدريب النهارده ان شاء الله. طبعا التدريب النهارده كان تدريب مهم استعدادا لمواجهه فريق مصر حسين دايت الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه القادم في اخر مواجهات المجموعه الخاصه بفريق النادي الاهلي في البطوله العربيه، بالتالي استعداد قوي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النهارده المران مقسم لمجموعتين، مجموعه اللي شاركت في المباراه الاخيره بصفه اساسيه، طبعا كان يوم بعض التدريبات الاستشفائيه للتخلص من الاجهاد عقب هذه المباراه، ايضا المجموعه الاخرى واللي كان لهم تدريبات بدنيه وبعض تدريبات الكره خلال مران اليوم، واللي ابتدى بالتحديد الساعه 10 صباحا في ملعب بيترو سبورت في التجمع الخامس. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. كابتن جيدو، النهارده كان في تقسيمه برضه مع نهايه المران. خلال التدريبات النهارده احمد عادل تعرض لكدمه قويه نسبيا كده في رجله، ما قدرش من خلالها ان يكمل المران، بالتالي كابتن طارق سليمان هو اللي اكمل المران بدور محمد الشمال. لكن بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد، بعض اللاعبين عندهم حاله معنويه مرتفعه جدا بالتحديد اسلام محارب وكابتن ميدو، بنتكلم على اللعيب ده بالتحديد جه النادي الاهلي من حوالي 3 أو 4 ايام وشاركت في المباراه وقدر انه يحرز هدف في اول مباراه، بالتالي معنوياته مرتفعه جدا، وهو شايف ان هو ان شاء الله الفتره الجايه هيقدر يعمل حاجه مع النادي الاهلي، هو احد الصفقات المهمه بالنسبه للنادي الاهلي مؤخرا. وبنتكلم برضه بعض اللاعبين عدوا التدريبات النهارده، سواء سعد تنير، علي معلول، احمد فتحي، اسامه عاشور، بعد ما كان لهم راحه من قبل الجهاز الفني خلال الفتره السابقه، بالذات ان هم كان طبعا بعض اللاعبين بيشاركوا في فترات كبيره جدا من الموسم، بالتالي كان مهم جدا ان هم ياخدوا راحه النهارده، شاركوا في التدريبات وكان لهم بعض التدريبات التاهيليه جدا التاهيليه نسبيا طبعا استعدادا للمرحله المهمه المقبله ومختلف المباريات بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا بالنسبه لبعض المصابين سواء جونيور اجاي، صالح جمعه، الاثنين شاركوا النهارده في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي وان شاء الله جاهزين للمباراه المقبله، بتحديد صالح جمعه النهارده شارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل وادى بشكل جيد جدا خلال التقسيمه بالتحديد، نفس الحال بالنسبه لجونيور اجاي واللي كان عنده اجهاد خلال المرحله الماضيه طبعا بعض الظروف الاسريه، لكن بشكل عام الامور ماشية بطريقة جيدة كابتن ميدو، الفريق إن شاء الله بيستعد بكل قوة للمباراة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا أمير. يعني كلمني، قول لي عماد متعب النهاردة كان شكله إيه في التمرين؟ كان الكابتن أحمد أيوب طلع وصرح إن هو ممكن يلعب المباراة القادمة، قول لي موقف عماد متعب إيه؟ خليني أقول لك يا كابتن ميدو إن عماد متعب من اللاعبين المحترفين لدرجة عالية جدا في النادي الأهلي وأحد كباتن النادي الأهلي. عماد متعب شارك في التدريبات بشكل قوي جدا النهاردة، ظهر بشكل جيد خلال التدريبات جاهز للمباريات المقبله، هو فعلا هيكون بنسبه كبيره متواجد في القائمه اللي هيختارها الجهاز الفني للمباراه الحاسمه المقبله، لكن هو ادى التدريبات بشكل جيد. احنا زي ما احنا عارفين عماد متعب كان عنده عقوبه، هو مباراه سابقه بس كابتن ميدو، لكن مباراه مصر حسين داي هيكون متواجد، ومفيش اثنين يختلفوا عن اهميه عماد متعب كابتن ميدو من الناحيه الفنيه طبعا داخل الملعب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، هو احد اللاعبين اللي بيعتبروا جمهور النادي الاهلي لعيب تاريخي بالنسبه لهم، لكن عماد متعب ان شاء الله هيكون متواجد بشكل طبيعي خلال القائمه اللي هتحدد المباراه المهمه المقبله. هو ادى النهارده التدريبات بشكل رائع جدا وجاهز سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه للمشاركه في اي توقيت يحدده الجهاز الفني خلال المباراه المقبله او مختلف المباريات المقبله بشكل عام. تمام يا امير. وبقى ايضا برضو كلمنا عن صالح جمعه، وهل ممكن يشارك في مباراه الجمعه ان شاء الله؟ صالح جاهز جدا طبعا، صالح كان عنده اجهاد في العضله الضامه خلال المرحله السابقه، لكن هو ان شاء الله النهارده باين خلال التدريبات ان هو جاهز بشكل كبير جدا بدنيا وفنيا، واكيد الجهاز الفني بنسبه كبيره هيستدعيه للمباراه المقبله، واحنا زي ما احنا عارفين اهميه صالح جمعه تحديد في الفتره الاخيره لما بيشارك بصفه مستمره، ظهر طبعا حكايات صالح جمعه اللي يعرفها كلها، بالتالي صالح جمعه احد اللاعبين المهمين جدا بالنسبه للجهاز الفني مش بس في الكره العربيه واللي احنا عارفين كلنا اهدافها بالنسبه للجهاز الفني، هو تاكيد اللاعبين للبطولات المهمه المقبله وبالتحديد بطوله كاس مصر والاكثر اهميه اكيد البطوله الافريقيه والنادي الاهلي بيركز فيها بشكل كبير جدا، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعود ويحققها بعد فتره غياب، بالتالي صالح جمعه جاهز جدا للمشاركه في المباريات، لكن انضمامه للقائمه من عدمها هيكون حسب الرؤيه الفنيه بالنسبه للجهاز الفني، لكن بنسبه كبيره هيكون متواجد في القائمه ان شاء الله الخاصه
بالمباراه المقبله، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه المقبله، سواء وصلتنا وصعدنا ان شاء الله الدور المقبل من البطوله العربيه او لم نعصف. فالجهاز الفني اكيد حاطط لنفسه اهداف معينه كابتن ميدو بيحاول يحققها من خلال هذه المرحله، وطبعا من ثم ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ينافس في مختلف البطولات المقبله. أكيد يا أمير، أكيد إن شاء الله. طبعا النادي الأهلي قادر على إن هو يعمل أي حاجة في أي وقت زي ما أنا دايما بقول. كلمنا عن اللعيبة اللي كانت في أجازات، كان شكل التمرين بتاعها عامل إزاي؟ طبعا هم كان عندهم حوالي 6 7 أيام أجازة يا كابتن ميدو، بالتالي كان لهم بعض التدريبات البدنية الخفيفة، بعض التدريبات التأهيلية، بيخشوا في التدريبات الجماعية أكيد واحدة واحدة عشان يكونوا جاهزين بشكل أكبر أكبر للمرحلة المقبلة. هم رباعي اللي انضموا النهاردة للتدريبات، احمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، وحسام عاشور، اسماء الزبير، عبد الله السعيد، وشريف اكرامي. ان شاء الله يوم الجمعه الجايه هيوصلوا مصر، ان شاء الله هيوصلوا القاهره يوم الجمعه الجايه، وبعديها ان شاء الله يتقدموا للتدريبات الجماعيه مع الفريق، وايضا هيكون لهم برنامج خاص بكل تدريجيا من التدريبات الجماعيه مع فريق النادي الاهلي استعدادا لمختلف المباريات المقبله. لكن طبعا الكره اكيد بتوحش اللعيبه اللي بيقعدوا فتره بياخدوا راحه، كابتن ميدو النهارده كان لهم تدريبات مهمة جدا، ورايح وواضح ان هم عندهم حالة جدية خلال التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة. وهم طبعا لعيبة مهمة جدا سواء هم او مختلف لاعبي النادي الاهلي، زي ما شفنا كابتن ميدو خلال المباراة السابقة النادي الاهلي يعتبر دلوقتي عنده فرقتين او ثلاثة، وده شيء مهم جدا، وده من ضمن الاهداف اللي كان بيحاول الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام بدري، كابتن احمد ايوب تجهيزه خلال المرحلة المقبلة. طبعا تجهيز معظم لاعبي النادي الاهلي عشان يكونوا متاحين في اي وقت يختاروا الجهاز الفني لاختيار احدهم طبعا النظام للفرق الفريق الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي في مختلف المباريات، وده احد الاهداف او الاهداف المهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني بتاع البدري. تمام يا امير، كلمني عن انطباع اللعيبه وعملوا ايه النهارده مع اسلام محارب بعد الهدف اللي احرزه امبارح. طبعا في حاله رضا كبيره جدا من الجهاز الفني، مش بس على اسلام محارب ايضا على وليد ازار. وليد ازار يمكن ما كانش وفق ان هو يحرز، لا لا انا ما بتكلمش على الجهاز الفني يا امير، لا ما بتكلمش على الجهاز الفني، انا بكلمك مع اللعيبه مع بعض، يعني سعد سمير، حسام عاشور، اللعيبه اللي هي بتهزر دايما وبتضحك دايما، عملوا ايه مع اسلام محارب ومع عمرو بركات كمان؟ تمام، لا او طبعا اكيد كلام عادي جدا، هنوهم عن الاداء خلال المباراه السابقه سواء احرزوا اهداف او لم يحرزوا. طبعا عمرو بركات واسلام محارب احرزوا هدفين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هنوهم على الاداء. زي ما احنا عارفين لاعبي النادي الاهلي دايما اي لعيب جديد بيعرفوا بيتعاملوا معاه ازاي، بيعرفوا ازاي يدخلوه في اجواء الفرقه عشان يقدر يندمج بسرعه او يبقى فيها من سريع ما بين اللاعبين القدامى في النادي الاهلي، وده في الاخر بيسبب مصلحه اللاعبين ومصلحه الفريق خلال المباريات والبطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. لكن طبيعي اكيد همهم طبعا على ادائهم خلال المرحله السابقه. اسلام محارب اكيد بدايه بالنسبه لهم بدايه موفقه جدا، ودافع معنوي مهم جدا للمرحله المقبله المهمه بالنسبه للنادي الاهلي، او مش هيشارك افريقيا لكن هيظل اكيد لعيب مهم للنادي الاهلي. نفس الحال بالنسبه لعمرو بركات، تعتبر اول مباراه يشارك في الفرقه الاساسيه، وادى بشكل جيد، ادى حوالي 60 دقيقه بشكل جيد جدا مع الفريق، بالتالي ده كان شيء مهم ودعم مهم جدا من اللاعبين القدامى في النادي الاهلي، واللي اكيد ليهم دور فارق طبعا مع اي لعيب جديد بيجي مع الفريق خلال الفتره الحاليه. تمام، هشام محمد، عندك معلومات يا امير هينضم او هينتظم في التدريبات امتى؟ لسه مفيش معلومات اكيدة عن الموعد مروان هشام محمد او امتى هيتمرن بصفه رسميه مع النادي الاهلي، بس بالتاكيد يا كابتن ميدو هتكون بعد المباراه المقبله على طول ان شاء الله، مباراه مصر اسكندر، هيتمرن هيبتدي يدخل في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي ان شاء الله عشان يستعد للمرحله المقبله مع الفريق. تمام، قول لي يا امير، انا شايف عمرو جمال حاطط شرايط اللي هو الشريط اللاصق الطبي على ركبتينه، يعني هو في اصابه عنده او حاجه؟ لا 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 مفيش اصابه ولا حاجه، هو كان موضوع كتمه خفيفه، لكن ده عادي يعني حاجه طبيعيه، معظم اللاعبين بيحاولوا التخلص من الاجهاد بشكل اسرع، لكن هو عمر جمال سليم وبيأدي بشكل جيد، وشفناه ان هو لو ما كانش سليم ما كانش الجهاز الفني حاطه في المباريات السابقه، والنهارده في التدريب هو بيأدي التدريبات بشكل طبيعي، النهارده شارك في التدريبات الجماعيه، عمرو شارك في جزء من المباراه السابقه، بالتالي ما كانش فيه تدريبات استشفائيه، شارك في التدريبات الجماعيه البدنيه وتدريبات الكره بشكل طبيعي جدا، ما عندوش اي اصابه. تمام، الكابتن احمد ايوب ابرز النقاط اللي اتكلم فيها مع اللاعبين امير ايه؟ كابتن احمد ايوب اكيد طبعا اهميه الفوز في المباراه المقبله دون النظر
من عدمه، لان ده هيكون مترتب على مباراه طبعا فريق فيصلي الاردني والاتحاد الاماراتي، بالتالي ايضا هتكون مترتبه على احسن ثواني الثلاث مجاميع. اتكلم على اهميه النادي الاهلي، لازم يظهر بشكل جيد زي الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام فريق الوحده، لكن اتكلم عن ضروره استغلال الفرص. يا كابتن ميدو، المباراه الاخيره النادي الاهلي ضيع العديد من الفرص، كان ممكن النادي الاهلي يزود دله الاهداف حوالي ثلاث اربع اهداف بشكل سهل جدا، لانه ما قدرش يستغل مهاجمه النادي الاهلي لسبب او لاخر، سواء لعدم الانسجام عدم الاستقبال على المرمى. ده اللي اكد عليه كابتن احمد ايوب، ضروره التركيز في انهاء الهجمات، ضروره احراز الاهداف بشكل مكثف. ده ممكن يكون عنصر اضافي وعنصر مهم جدا للفريق في الحسابات في حاله الصعود كاحسن ثواني من خلال البطوله العربيه. لكن بشكل عام كابتن ايوب شكرهم على الاداء، ان شاء الله خلال المباراه المقبله، المباراه المصريه المهمه امام فريق مصر. تمام يا امير، ان شاء الله بكره التمرين هيبقى الساعه كام؟ بكره التمرين ان شاء الله هيكون في ملعب ستار ستيتش بالجزيره، هيكون الساعه 6، ومن خلاله هيختار كابتن طبعا احمد ايوب القائمه اللي هتشارك في المباراه، او القائمه اللي هتتبعها طبعا تكون مفضله للمشاركه في هذه المباراه. والاكيد ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يفصل نتائجه الجيده خلال المباراه السابقه، وان شاء الله يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز، ونتمنى يكون بعدد اهداف واسع خلال المباراه ان شاء الله امام فريق مصر. أمير يعني شكرا جدا على هذه التغطية المميزة، أمير هشام يعني زميلنا ومراسلنا من أرض الملعب، شكرا جدا ليك. دي كانت أهم الأخبار الفنية من أرض الملعب مع أمير هشام، قالها لكم وشفنا كل اللي يخص الفريق. إن شاء الله مباراة لا تحتمل القسمة على أي حاجة، مباراة ناصر حسين ده إن شاء الله الأهلي يجتازها، ويجتازها كمان بنصيب وافر أو بعدد وافر من الاهداف. زي ما قلت لكم يا جماعه، هشام محمد صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. هشام محمد ان شاء الله يكون معاكم هنا بكره في استاد الاهلي عشان تعرفوا منه كل التفاصيل اللي حضراتكم عايزينها. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، استنونا.